يعني شرفانا زوجته الجميله الملاك البريء العسل حبيبتي مدام وسام. اهلا اهلا اهلا، نورنا يا سامح والله. ربنا يخليك يا رب والف مبروك والله. الله يبارك فيك. يعني عشان البرنامج وعشان الجواز متجوزين كده، وبعدين قلنا بقى يلا ننحت نحتيه صغننه كده. بس عايز سؤال بس، البيت الحلو ده بقى يعني ذوق مين؟ ده ذوقي. هو ده عنده ذوق اصلا؟ ده عنده ذوق؟ ازاي اختارك؟ اكيد ذوقه حلو. لا صح صح صدقني يا لا ايه رده؟ لا عندي ذوق شويه دلوقتي، عندي ذوق والله، ذوقه حلو قوي. ذوقه حلو قوي. انتوا لسه في شهر العسل صح؟ لا هو شعر عسل خلص واتنيل على عيني. ده كان شعر بصل. طب انتوا قولوا لنا انتوا شهر عسلكم كان عامل ازاي؟ لا احنا الحمد لله يعني كان شهر عسل فين؟ في ماليزيا. ماليزيا كمان. انت ماليزيا؟ بس احنا برضو رحنا اسبانيا. احنا بنهدي بس. لا ما احنا اسبانيا جميل. اسبانيا احلى من انا كنت عايزه اروح اوروبا. خلي بالك اسبانيا البلد ولا اسبانيا ايه؟ والله رحنا اسبانيا. والله والله العظيم انا صارف والله. رحتوا فين في اسبانيا؟ رحنا في مدريد. ايوه رحنا ايه الاوتيل اسمه ايه؟ ليوجو لجلون حاجه كده. بس انا مش فاكره بالظبط. الاجالون مش حاجه اسباني كده. طب انتوا بقالكم قد ايه متجوزين؟ ست سنين. احنا بقالنا ست سنين. ما شاء الله. طب قول لنا بقى، انت اصلا سامح كان هو فتى احلامك؟ بالظبط. بجد؟ الله ده حقيقي. وبعدين اتعرفتوا على بعض ازاي بقى؟ احنا اتعرفنا على ايوه براحتك. احنا اتعرفنا على بعض بالصدفه، يعني كان في واحد زميل سامح ياسر؟ لا مش ياسر، هاني. ايوه صاحب ياسر. ايوه شله كلها كلهم صحاب. بحبهم كلهم. انا كمان بحبهم قوي. فكان يعني هاني كان مسافر امريكا وكده، فهو جوز اختي هاني دوت. فاحنا الاثنين في نفس الوقت بالصدفه كنا رايحين يعني نقابل هاني ونروح نسلمه عليه قبل ما يسافر. فكان بقى كان ساعتها سامح لسه راجع من ماتش السودان اللي هو اللي حصل فيه مشكله هناك دوت. فقعدنا نتكلم من هنا. الموضوع ده كان مهم جدا بالنسبه لي في الاول، انا اسمع التفاصيل اللي حصلت. فقعدنا بقى الكلام استرسل كده لحد ما فلقيتني مثقف على عكس ما كل الناس ممكن تتخيلها. دول حبيبي. اتفاجئت بصراحه، يعني انا بحب الدراما وبحب التمثيل والفن، بس ما كنتش متخيله ان الفرق، يعني كنت على الاقل متخيله دمه يبقى خفيف في الحقيقه. او الكاركتر ده قريب من طبيعته، يعني مش ان هو غبي، اكيد ما فيش حد ممثل غبي، بس لقيته جد جدا. فده كان بالنسبة لي مثير جدا للاهتمام. يا بنتي علشان اتحلبك بس. ايوه بعد كده الهلس كله. الهلس كله بس فكانت صدفة يعني. خلاص طب مين فيكم بدأ قال بقى للتاني ان هو بيحبه الأول؟ أو مين حس ان هو بيحب التاني الأول؟ أنا. وبعدين طبعا. اعترف. طبعا. فأنا قلت لهاني بقى. قلت لهاني ما قلتلهاش يا لا وقال لي بعت لي مسج. بس أنا قلت لهاني أنا يعني أعجبت بيها ويعني عايز أرتبط بيها وكده يعني. اتجوزها يعني. فعملنا بقى قعده ثانيه. دي بقى انا كنت لابخه بقى فيها جدا. خلاص يعني بقى. يعني معروف ان انا قاعد علشان جواز. طب قولوا لي بقى، مين فيكم اللي شايل مسؤوليه البيت اكتر من التاني؟ انا ما اعرفش اعمل اي حاجه من غيره. يعني هو بيقعد يحاول اصلا يقول لي انا عايزك يعني تجمدي شويه. لا انا ما بعرفش اعمل اي حاجه. لا يا يعني لو هروح تطعيم الولاد هروح اي لازم يبقى موجود. طب اذا كان هو ممكن ده لو هشتري حاجه البيت. ده ذكاء الستات، هي اصلا هي اللي بتعمل كل حاجه، بس هي دايما تحسسه. شفتي شفتي ان هو اللي ده. لا انت قفشتيني قوي. انا عارفه شوش. انت كده قفشتيني قوي يا شوش. ايوه انا عارفه ان الحركه. خليني مصدق يا شوش. انا كده كشفتي الموضوع. كشفتيه يا شوش. انا دايما اقول لاي بنت كده اقول لها يعني اي شريك حياتك خليه يعمل اللي انت عايزاه وهو بيعمل وهو متخيل انه بيعمل اللي هو عايزه. اللي هو عايزه. يعني هو دي السكه. طب هو لو بيصور وعنده شغل وفي مشكله حصلت بتكلميه؟ بكلمه وببعت له على الواتساب وكده. ففي الاخر طبعا يقول لك انا دلوقتي بصور مش عارفه اعمل اتصرفي انت، فتبقى انت كده شايله المسؤوليه. هو مسؤول بقى. كلمت. ايوه قلت لك. انت هتركز ازاي كده؟ ما هو صعب برضه موضوع انه هيركز في شغله ازاي. ما انا موتره. ما هي موتره. ما هي دي المسؤوليه يا مادة. لا هي دي المسؤوليه. هقول لك على حاجه، حتى واحنا موجودين. طب لو احنا عايزين مثلا نطلب حاجه بالتليفون تمام. اطلب انت.
الدليفري جه افتح انت الباب يعني دي المسؤوليه. اه يعني ما دي بقى ما يعرفش اي حاجه عن المسؤوليه. زي ما انت شايف كده حضرتك بطروخ قاعد لي الباب يخبط قوم افتحي الراجل بتاع النور يجي بدل ما يقول لي خليك انت يا شوشو يمكن يشوفوك يا شوشو يعكسوك يا شوشو اقوم انا احرك نفسي شويه لا قاعد كده عكسوكي هاتشيلي سندوتشات هاتشيلي اكل هاتشيلي افطر بس مش مراتي يعني مش لازم تتحركي في البيت يعني ايه ده انا اللي بعمل حاجات البيت انا اللي بطبخ وبمس لو أيوة لمبه اتحرقت حاجات بقى الرجاله بقى اللي هو ان هو اللي يغير اللمبه ان هو يغير الكوع انه يرمي الزباله ايه ده وانت بتعملي الحاجات دي كل ده انا اللي بعمله بجد لا طب احنا عندنا لمبتين في البيت والنبي اتفضل ممكن هي تيجي بس ساعه كده سبوبه سبوبه مش كله التمن ايه اكتر ميزه بتشوفيها في سامي اكتر ميزه غير المسؤوليه يعني اه سامح طيب وبجد يعني مش ببالغ في الجمله مش عشان هو قاعد جنبي بس هو يعرف قوي حقوق الاخرين بس ما يعرفش حقوق نفسه يعني عادي جدا هو يعني يقبل باي حاجه وباقل حاجه ما عندوش مشكله بس يحب يدي قوي كل واحد حقه فدي صفه يعني انا شايفه انها لا ده كلام كبير قوي والله ربنا يخليك لبعض يا رب يا سلام لسه كل ده يطلع منك انت يا سامح يلا خلاص كفايه كفايه طب قولوا لنا ايه اكبر مشكله حصلت ما بينكم يعني انتوا طبعا ما شاء الله بس كل البيوت ما بتخلاش اكيد ان يجي مره كده واحده نحس ان ايه يعني اعوذ بالله كده الشيطان دخل وخلاص بقى الدنيا متقفله واحنا الاثنين معندين فقولوا لنا امتى حصل كده وبعد كده ربنا هدى الموضوع وبعد كده قعدتوا تقولوا ايه ده احنا ازاي كنا مكبرين الموضوع كده بصي انا احنا عندنا يعني مبدا كده ماشيين بيه في البيت انا عانت انت ما تعنتش متفقين كده انت بتعند انا ما عنتش انا شد انت ترخي بالظبط ما نحبش نعد قدام يعني نعند قدام بعض لما انت بقى تفوق من المود اللي عند اللي انت فيه ده ابقى احاسبك بقى أفكرك وافكرك بقى. ونعاتب بعضينا كده لكن وقت العند مش صح ان الواحد يتكلم يعني احنا نقدر نقول كده ان انتوا ما شاء الله ما شاء الله ما كانش عندكم المشكله القويه اكيد مر حاجات بس ما بنكبرهاش قوي مش ما وصلتش الحاجات ما طب على النقيض اكيد في جه يوم في حياتكم كده اللي هو دخلتوا البيت كده بالليل وقلتوا الحمد لله يا رب وحسيتوا ان ده اسعد يوم في حياتكم طبعا اكيد في ايام كتيره بس في يوم بالذات كده انتوا ما بتنسوش ابدا احنا النهارده مش هننسى اليوم بتاع النهارده علشان احنا قابلنا الجمهور يا رب يخليك يا رب يخليك يا رب يا رب انا عايز اقول لك الله يخليك عايز اقول لك ان احنا اشتغلنا مع بعض مسرحيه بروفات مسرحيه مش مسرحيه شايلها في قلبي يعني ما كملتش المسرحيه فخلي بالك لا احنا بقى مثلا يعني عايز احكي لكم شويه كده على شهر عسل اه هو كان شهر عسل اسود ومنيل على دماغنا يعني مادي الحق يتقال كده ما سابش مصيبه ما عملهاش رحنا اسبانيا كسفنا ليه كسف وبعدين والله اول يوم في شهر العسل المفروض ان الناس تروح اول يوم ده تعمل ايه تقعد كده ترتاح وتهدى ومش عارفه ايه وتاني يوم تبتدي تخرج لا ده بقى ننزل دلوقتي قال ايه بقى اصحابه قايلين له في حاجه اسمها كامبينج قال يعني الواد فاتك كامبينج انا ما كنتش اعرفه بس انا مش قادر احكي لكم تعالوا اوريكم عملنا ايه وانتوا هتشوفوا بنفسكم وتحكموا على البلوى السوداء اللي انا فيها اوكي مدودي احنا رايحين فين؟ اسمعي بس اصبري بس عليا احنا هنروح مكان رائع انت عامل لي سربرايز بارتي صح؟ ايوه طبعا بس طب انت مش عارف ان انا ما بحبش المشي وبزهق؟ لا 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 احنا بس هنطلع طلعه صغيره تمام؟ انا تعبت يا مادي والله مفاجأة اخو اصبري فيبي ده مطلع طب ما تشيل انت الشنطه اللي انا شايلها دي لا دي شنطتي لا لا يا مادي لا لا والله مادي شنطه ايه اللي شايلها؟ اتفضل حطها قدام زي البيبي عشان تريننج بيبي يعني تريننج لما يبقى عندنا بيبي يلا يا شوشو هو احنا فين مش عارف هم قالوا انت مش عارف المكان عارف بس هم قالوا لي نمشي من هنا يا مادي انا تعبت معلش كده كفايه بقى حبيبي الدنيا تلج قوي لا مش تلج قوي بس احنا لما بنتمشى بنتدفى بنتمشى ايه انا مش
المكان اللي انت جايبني فيه ده اساسي. لا ده مكان جميل بقى. بص لو بصيت يمين وشمال كده هتلاقي خيم وبتاع، هنا الناس بتعمل كامبينج. كامبينج ايه بس ونيله ايه؟ وانا جايبه المفرش ابو الستان اللي هو ابو كرانيش ده عشان خاطر اجي انام هنا؟ الستاير ايه وستاير ايه اللي انت بتقوليه ده؟ المفرش اللي انا جايباه هو واللحاف التايجر. انا هفرش لك المفرش دلوقتي. احنا ما قلتش هنعمل خيمه؟ انا معايا خيمه. معاك خيمه؟ وايه اللي انت مشايلهوني ده؟ تونه؟ اكل اكل معانا اكل وكل حاجه. بس الخيمه دي هناخدها ونطلع بقى بره بعيد عن الناس دي عشان ولا ولا انا انا امال مين؟ يا بنت يا بنت يا راح فين يا بنت؟ لا لا استني. لا لا ما اقدر يا بنت خلاص وصلنا. استني بقى استني، ما اعرفش الفرحه اللي انت فيها دي. اهدي بقى. ايوه كده شويه. هي فين الخيمة؟ لا ساعتيني بقى شوية. انت حاطة ايدي في جنبك. ماجي بسرعة. ها يلا يا ماجي انا تعبت. لا ما تنفضش بقى في وشي. اصبري هي تمسك معايا. انت جبت خط العربية بدل الخيمة؟ استني معاكي المنفخ. منفخ؟ تفردي كده؟ كأنك بتفرشي السرير بالظبط. ايوه. يلا بقى يا ماجي انا زهقت. طيب استنى. ده كان شهر عسل منين؟ انا عامله صوابعي اكلارك عشان انام في بيتنا وارتاح، مش هتفرش خيم. هو انت يا ريت تعرفي كان موضوع الخيم ده قبل كده؟ لا. مفيش خالص؟ طب احنا ممكن نعملها حصيره؟ تيجي؟ يلا افرشها واقعد. المطر هتبهدلنا. بس ده كده التهاب سحائي، يعني هو ده اللي هيحصل لنا. التهاب ايه؟ سحائي. سحائي؟ ايه ده بقى؟ ايه ده؟ انت جايب لي خرزانه تضربني؟ لا يا حبيبي انا ما اتضربتش. يا ستي استني. ما تجيلي زهقت. ايه ده؟ امسكي معايا بقى. اه ده احنا هنعمل فقرة الساحر. اه يلا. انت جايب بقى الدبه بتاعت الست سامحة مرنت. اصبري. طب ندخل على النت نشوف بتتعمل ازاي؟ هو هنا اصلا هتلاقي اي شبكه ولا نت؟ وانت باقتك خلصت اساسا، قعدت تشوف طريقه عمل النجريسكو، خلصت الباقه. اصبري بقى. انت مجريني 7 كيلو مش خلاص انا هقعد. طب نفرش كده وخلاص؟ اقعد اقعد جنبي. والفلوس؟ خرب بيت الفلوس، انت مش دفعت بالديبت خلاص؟ مامتك ترجع لك الفلوس تاني. شكرا يا ميتي. يعني امي هرزعها في اي حته. هات هات. لا لا فيها التونه الحمد لله كويس. يلا اقعد ازاز. اقعد يا ماجي. اقعد على دي ما تفلش. والله العظيم جاوب. طب اقعد يلا نغني شويه ونقوم نروح. بتحبني؟ طبعا يا حياتي. بتحبني؟ وبقولها يوماتي. بتحبني؟ وبحب جمالك. بتحبني؟ وبحب دلالك. وايه كمان؟ غير ده جوز نونك. او ايه كمان؟ عقلك وجنونك. انت قلبت لبني يا ماجي. يا ماجي يلا نطلع يا ماجي عشان عايز اكل اللبني. اوعى كده عشان رجلي. ايه ده؟ ايه؟ انت سرقت الشراب بتاعي؟ انت لابس الشراب بتاعي؟ استنى شراب ايه بس؟ اقعد ساكت. ايوه انا وانت واحد. لا يعني ايه واحد؟ استنى مش عارفه البس الكاتش. ها امسك ايدي. هات ايدي. هات ايدي ازاي؟ يلا هو شرابي والمصحف. ماجي مش احنا الاثنين واحد؟ ايوه اتنين واحد. انت مالك ومال شرابات؟ ما انا شراباتي الفني بتتقطع بسرعه. اولها كده معلش. يلا تعالى يا مدوتي. يلا وانا مش كفايه ان انا اللي نصبت الخيمه وانت ما بتشيلش اي مسؤوليه؟ معلش المهم ان انا جبتها اشتريتها وخلاص. يلا يلا تعالى. فين البانيه؟ فين البانيه اللي هنعمله؟ جايين بايدك فاضيه؟ لا انا جايب كل حاجه. اصبري بس. شفتي بتاعت الدكتور العيون دي؟ يلا تعال. هتحط البانيه هنا؟ طب انفخ في النار. ايه مش عيد ميلاد ميكا وش ميكا وش. بس ايه رايك في انت جبت البيض والبقسماط ولا ما جبتش؟
موت ايه ده؟ موت. انا مرعوبه على فكره يا مادي، انا مرعوبه يا مادي وخايفه. بص الحته دي هي بتتعمل ازاي؟ اصل ارميها كده؟ انت كمان مش عارف؟ يا ستي بتعلم. مادي طب انا معيش هوايه يا حبيبي، فكها قطع. هنا مش محتاجه هوايه. ايوه كده. دي قطع. ايوه. طب ساعه اهي. ساعه ولا سخنه؟ ما جبتيش شوك؟ ما جبتيش اي حاجه؟ انا اللي ما جبتش. مش انت صاحب الفكره؟ المفروض صاحب الفكره هو اللي يجهز كل حاجه. يعني انا عمري في حياتي ما اعرف اتسند عليك وتشيل المسؤوليه كده، كل حاجه لازم انا اللي اعملها. طب شوفي لي شوكه، شوفي لي اي حاجه اقلب بيها عصايه. ما اعرفش حاجه، انا سقعانه. انا هروح اقعد هناك عند النار. ما تستني وتخلص وتجيب لي الحاجات في طبق. استني ده انا اصبري اهي. اهي استني اهي. ايه عصايه؟ العصايه دي لو دخلت في اللحمه انا مش هاكلها. مش حاجه جنب اللحمه. اصبري. امال هتقلب بيها ايه؟ مش هتطلع. استني بقى مادي. طب هات التونه يا مادي. سيب اللحمه يا مادي وهات التونه وتعالى اقعد يا مادي. انا زهقت يا مادي. انا ومادي غنينا سوا، لعبنا في التلج، اتمرمطنا في الهوا. يا شوشو بس ايه رايك في مود الكامب ده؟ مادي انا جعانه. بذمتك ايه رايك في مود الكامب ده؟ اقسم بالله ما طايقه الدنيا. لا تعالى وهناكل تونه يا مادي. اصبري. ايه موضوع التونه؟ انت عامله دايت؟ هعمل ايه؟ ما انت مش عارف تعمل الاكل هيغمى عليك. انت مصممه انت عامله دايت ولا؟ قولي الحقيقه. لا مادي انت تصوتي زي براحتك بقى، احنا في الهو. استني بس بتتسوى والله. ايه مادي تعالى بس عشان اوريك حاجه. تعالى اقعد. طب احنا ما لحقناش نقعد في الخيمه. تعالى بس اقول لك مال كحي ليه؟ كامويجا كامويجا كامويجا. معلش معلش. احنا هنروح امتى؟ لا مش هنروح النهارده. هو احنا جايبين الموضوع؟ انت بتعيطي؟ اه. ليه؟ عشان انا ندمانه ان انا اتجوزتك. اصلا في شهر العسل كده؟ طب احنا هنفضل قاعدين هنا لحد مش هنفضل قاعدين. احنا هنقعد بس في الخيمه شويه. مش عايز خيمه. انا جاي اقعد في الخيمه. واقعد لوحدك. وانا قاعد في الطل ده. اقعد لوحدك خلاص. وديني انا، هات لي اي توك توك يروحنا. توك توك؟ لا مفيش مروح، احنا هندخل خيم بس. والله يموت حلو. جربتي موضوع الكامب ده قبل كده؟ انت بتضحكش ليه؟ ايوه فرفش خلاص يا مادي. خلاص مش هفرفش بس بشرط. بشرط ايه؟ تقوم ترقص لي الرقصه اللي بحبها. رقصه ايه؟ الفلامينكو. يلا بس ترقصيها معايا انت الاول ابتدي، وبعدين انا هقول لي كام تو دانس ومدي ايدك هكرقص. وبعد كده الخيمه. ماشي. مش اكيد حسب لا ستايلك في الرقص عشان ما بقاش وعدتك وخليك عشان احنا في مدريد يعني. طب استنى انا هاجي لك كده. يلا يسو يسو ماري. اولي مش بقى خلاص. استنى اقف. رايحة فين؟ أي أيوة برافو. أولي أولي أولي. أوعي. إيه ده؟ استني بس استني. إيه الصوت ده؟ أنت اللي عملت كده؟ لا والله ممكن تكون قطة في حاجة ما تخافيش. طب تعالى أنا اللي لازم أمسك فيك. أنت واقف مس. لا ايه؟ تعالى انت قدامي. اصبري بقى. لا طب تعالى نروح نجيب حاجاتنا من الخيمه ونجري. على فكره الصوت ده من ورا مش من قدام. من ورا. لا انا هنا. الصوت ده من ورايا انا. اوعى كده على فكره. لا. انت مش راضي تتحمل المسؤوليه. انت جبان. لا اوعى. ده اول يوم في علاقتي الزوجيه بمادي احس ان انا بجد ندمانه ان انا اتجوزته وارتبطت بانسان مش بيتحمل المسؤوليه خالص كده زيه. مفيش مشكله ولا حاجه. هو انا كنت عايز اعمل لها مفاجاه ونعمل يوم فيه كامب واجيب لها شويه لحمه والقصص دي، بس ما عرفتش اصلا اعمل الخيمه ولا عرفت اركبها ولا عرفت اتنقل. مش اول مره اعملها.
انا هفتكر هنا كلام كل صاحباتي ومش عايزه اتسرع في ان انا انهي العلاقه، هستنى اديله فرصه يمكن يقدر يصلح كل الصوره الوحشه اللي هو بوظها في عينيا دي، واليوم اللي ضاع عليا ده وما عملتش فيه اي حاجه. ادعوا لي ان ربنا يا رب يصلح حالنا. سامحيني يا حبيبتي، والله انا بحاول اعمل لك كل حاجه حلوه، وهو الكامب اتضرب شويه بس يعني هدينا جربنا يوم جديد وبتاع، فانا بحبك جدا وان شاء الله هرضيكي على طول باذن الله. راضية ذمتك، راضية ذمتك يا سامع وانت اخويا تحكم لا بالحق؟ لا بس تحكم بالحق. ينفع اللي عمله فيا بالحق؟ لا احكم بالحق يعني برضو هي اكيد زعلانة عشان ما كانتش يومين. ايوه اللحمة باظت. اللحمة باظت. وفين الخيمة اللي اتعمل؟ شفت انتوا واخدين حصيرة مش خيمة اللي انت لا لا ده حصيرة قلبت حصيرة. انت ما تعرفش، انا كنت بحاول اركب الخيمة في الاول فتعبت مش عارف بقى كلها ما عرفتش. واضح ان الدنيا كانت تلج يعني. طب ما انا اتصرفت فرشتها وولعت. لا بس انا شفته في مره كده شايل لك الشنطه كان بيحاول برضو يتحمل. شايل لي الشنطه ده بالعافيه في الجبل وانا طالع الجبل شايل لها الشنطه صح. وبعد كده بيحاول يعني ده ما فيش سنتين والدهاني تاني. هي الشنطه كان فيها الباسبور بتاعها فهو كان عايز يتاكد ان مش هترجع. لا 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 ده بهدني والله العظيم بهدني يعني. انا عمري ما هنسى اليوم ده، كان يوم بجد كده. بس انا هقول لك يا شوشو انا اسف، ما ممكن الذكريات اللطيفه ممكن تبقى حاجه كده على فكره مهبه يعني، يبقى حاجه منعكشه يعني وتتبسط تبقى لطيفه. ما احنا رحنا كامب قبل كده بجد. طب احكوا لنا بقى انتوا عملتوا ايه. ده كان يوم عسل. عسل برضو. طب انت عرفت تعمل الخيمه ولا لا برضو؟ لا احنا كان في ناس بقى كان في جايد معانا ولا شفت. يبقى هو كان صرف اكتر بقى. شفت ازاي كنت صرف واخدين الكباصين مش بتقول لك توك توك. شفت ما انا راضيه بقليلي. هاتلي توك توك راضيه بقليلي هعمل ايه؟ قلت له هات اي حاجه يا حبيبتي. بس هو واخدك في اسبانيا. ما هي ماشي. وبعدين عملت ايه؟ رحنا الواحات البحريه بجد. وفي عز الثلج وصحراء وقعدنا بقى من بالليل للصبح. اتجمدت يا خبر. انا اكتر كان في تعالب في حياتي وتعالب عينيها ايه يا ماما ازاز كده. بس كانت تجربه رائعه. طب قول لي انت يا سابع ايه احلى اكله وسام بتطبخها لك مؤخرا؟ كل الاكلات اللي بتعملها الحمد لله. يعني نيجي مثلا ايه كل بصراحه يعني والله الكتب حاجه مفيده جدا والوصفات حاجه مفيده جدا. طب بس مش على كل البرامج خلي بالك. مش يعني كل يعني البرامج. يعني الفيسبوك بالنسبه لي لو فتحت صفحتي على الفيسبوك هتلاقيها كلها صفحات اكل وصفات. فعندها تعمل الكفته حلو جدا، بتعمل مكرونه بشاميل حلو جدا الحمد لله. لا 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 انت كده ابتديت الحلويات بقى. لا خدي بقى من لا هنا لا هتيجوا كده. طب انتوا هتيجوا لو انا ايه لا ما انا جوع. طيب خلاص يلا نكمل البرنامج هناك عندنا في البيت. لا نكمل عندنا. يا لهوي انت بتستقل بيا يا سامع؟ وانا يعني هتقولي مش هاكلكم؟ لا انت عروسه جديده بقى ما ينفعش تقومي. لا دوقي بقى. ده انا قايمه وطبخه وعامله لكم اكل بقى هتحلفوا وتتحالفوا بيه. سفره كده من هنا لاخر الشارع. هنروح فاصل على بال ما ناكل ونجهز الاكل ونيجي تاني. استنونا. انا قلت انتوا بتاكلوا الاكل ولا ايه؟ لا 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 حبيبي دي طعميه دي ولا ايه؟ طعميه وفول. الله سامح بيموت في الطعميه على فكره. الله طبعا. لا وبعدين بطاطس كتير. انت قلت لهم ايه؟ سامح بيموت في الايه؟ في الطعميه. انت بتدبسيني. بتضحكوا على ايه؟ لا يا حبيبتي لا يا سلام لا في حاجه؟ اصل هي بتقول في حاجة؟ بيموت في الطعميه. بجد؟ قلت لها انت بتدبسيني ولا ايه؟ طب الحمد لله. انت كلفتي نفسك كده يا شيماء. لا والله والله كلفتي نفسك. لا لا كلفتي نفسك. لا
لو مش هنتعب لكم نتعب لمين؟ يعني احنا لو مش هنتعب للغاليين نتعب لمين؟ طيب يا حبيبتي ربنا يخليك. ده انا عايزه اقول لك بقالي 3 ايام قاعده اجهز لكم في الاكل ده. كده 3 ايام؟ وبعدين قلت كل يوم بقى بناكل لحمه وفراخ زهقنا. صح. قلنا نغير. صح. صح؟ والتغيير على جه على وشينا. ماشي. يعني احنا كنا عايزين نغير. انتوا بزهقتوا؟ فاحنا فينا طعمين على طول. انتوا كمان؟ قلنا هنيجي نغير. فلقيناكم انتوا اللي مغيرين. طب خش عايزين تغيروا خش جوه غيره. تحبي اعمل لك ايه بقى يا وسام؟ لا انا بشرب اكل جوزي الاول لان انا ايه بشرب ميه قبل الاكل. دي مش ميه يا حبيبتي. تعالوا كلوا يا جماعه. ميه انا هصدقها. هجيب لك ميه. استنى. انت تؤمري. تسلميلي. انا عندي كام وسام حبيبتي وكام سامح. ولو لا. مش هتعب لكم اتعب لمين انا طيب؟ لا انا عايز اقول لك حاجه. لو مش هيتقتم وسطي وافضل رايحه جايه عشانكم يتقتم وسطي عشان انت بتذلينا. لو مش هيتهد حالي واتقرف. لا والله تسلم ايدك. اتقرف عشان عايز ميه انت كمان؟ لا يا حبيبي هترميها في وشي خلاص. لا عايز اقول لك حاجه بمناسبه الميه. ايه؟ كنا في حفله وانا نادرا ما بروح الحفلات يعني. فجايبين اكل وبتاع وانا كنت في الفتره دي عامل دايت. بيزعلنا الكلام اللي بيزعلنا. لا لا اصحى كده. انت عادي كلي براحتك. أيوة. مفيش مشكله. فقلت له عايز بس ايه حاجه ساقعه صودا اي حاجه صودا يعني. جاب لك حاجه. فجاب لي حاجه زي دي كده. ماشي طعمها غريب جدا. انا قلت يبقى الحفله دي فيها حاجات. واحنا مش بتوع حاجات. نجري. بس شربت ايه بقى ايه ده. بعدين واحد صاحبي معايا فقلت له اشرب دي انا حاسس ان فيها مش صاحبك عارف شرب. لا واحد زي حالاتي. فقال لي ايه ده سامح انت طالب خمره ولا ايه؟ يا لهوي. قلت له لا والله ده انا قلت له صودا بس يعني. وابتديت الدنيا ايه تلف تلف بيا. اكتشفت ايه في الاخر؟ ايه بقى؟ ان صودا ميه صودا. طب قولوا لنا بقى مره عملت اكله وحرقتها في البدايه كده. ده في الاول ليه اتصدمت كده ما رضيتش تحرجها؟ في الاول كنا عايشين ايهام. دي مكرونه. وهي في الاصل مكرونه عجينه. انا قعدت دي رز بالايهام شهور يا شوش ونفسي افهم المكرونه ايه اللي غلط فيها واكلم كل الناس وامشي يعني الخطوات بالظبط. ما اعرفش ليه عامله كده ولحد دلوقتي ما اعرفش السر. يمكن النوع بتاع المكرونه. اقول لها يا حبيبتي النوع هو اللي وحش. ايوه المشكله مش فيها المشكله في النوع. الرز الميه اكيد من الميه وحشه. عايز ميه معدنيه. حاضر. بس يا رز يا وحش ما تزعلش وتسيب. لكن بالثقه اوعى اي حد يتجوز حد ويقعد يكبسه ان لا الاكل وحش. لا شكلك مش عارف ايه. لا بالثقه. اديها الثقه. اديها الثقه. هو كان بيقول لي الاكل حلو. انا اديها الثقه. وانا مش قادره اكله يعني انت اكيد بتضحك عليا. لا الاكل تحفه بتسلم ايدك. بس المكرونه مش الصلصه تقريبا مش متسبكه يعني في حاجه غلط. انا عمري قلت لك على اكل وحش؟ لا بصراحه. وكان كله وحش. كان بيبقى باين عليا. انا كنت والله العظيم بيبقى باين على وشه يعني بالهنا والشفا. ايه الحب ده؟ اوعي تاكلي صوابع. حبيبي والله خلاص هاكل والله. كله 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 كله. ايوه بحب بقى يبقى مليان كده بقى. بتفكروني بمشهد بتاع جورج سيدو بجد؟ اللي هو يقعد صح؟ هو كان بيعمل مشهد ده عشان تسمع. ايوه جورج سيدو وتكبر. قول يا ماجي يا ماجي مش طب قولي لي يا وسام ايه اكبر عيب لو كان موجود في سامح كنت ممكن ما تستحملوش خالص؟ بصي اقول لك يعني في حاجات كتير قوي يعني كانت بالنسبه لي يعني مستحيله. اول حاجه ان انا يكون رايه ما بيعجبنيش. انا ما يعني زي ماجي. لا والبخل لما انت قالت لك كان في اشاعه كده. كانت في اشاعه كده طلع على سامح انه بخيل. يعني في ناس قالوا لي ده شكله بخيل ده شكله بخيل. بس انا متاكده انه مش بخيل يعني. بس هي البخل طبعا صفه سيئه جدا برضو في اي راجل برضو ماشي. طب سامح يعني انت بتحب الغنى
صح؟ ده مين اللي قال لك؟ كل الناس. أيوة. وبيغني في كل حاجه تقريبا. اه باين عليك. امال انت مسرع على الجنب ليه؟ عشان فنان حساس رومانسي مطرب يعني. ايوه ايوه فلازم تغني اغنيه لوسام تهديها لها. ام يا ماجد جول. والله ما هي. طب ما انا والله ما هي. تحلف بالله عليك اتدبست. يا شيماء انا ما بعرفش. لا بتعرف. والله ما بعرف. لا والله. بس ثانيه واحده. لا يا شوشو خلاص. ثانيه واحده بس. انا مش هغني عشان لو انا هغني فخليه ما يغنيش. لا خلاص مش لازم. ماشي خلاص هنعفي كده. ماليش اي علاقه. فانت هتشيل مسؤوليه اغنيتك واغنيتها بس. ما انت مش احنا طلعنا مع بعضينا في. ايوه بقى. أنا معاك. الأغنية دي غني. لو عايز تغني الأغنية دي غني. لا أنا أغني إيه بس أنتوا ساعدوني. طب ماشي. لأن أنا أول الطلعة بعد كده ما باخد مطب على طول. أو آلات موسيقية. ماشي. بحلم بيك أنا بحلم بيك ترارا أشواقي مستني ترارا بحلم بيك أنا بحلم بيك أشواقي مستني اطلع بقى إن ما سألتش فيا كفاية عليا طيب ما دام انت يعني حسيت نفسك مش في الغنى قد كده هديك فرصه ثانيه ماشي اوكي هتقول لها كلام حب لوسام بس بطريقه رمزي ايوه كانك لسه بقى ايه بتتعرف عليها ماشي اه يلا بطريقه رمزي اه وسام حبيبي يعني انا لسه انا مكتشف ان انا بحبك من زمان لسه دلوقتي هو ده رمز ولسه القعده الحلوه هتكمل ولسه يفضل منورنا النجم الجامد جدا سامح حسين ومراته القمر العسل وسام بس هنروح لفصل صغير ونرجع لكم بسرعه استنونا بعد الفاصل ولسه معانا ومنورنا اطيب اتنين زوجين في الوسط الفني النجم الجامد الكوميدي العسل سامح حسين وحرمه افرجي نفسك شويه كده عشان انت كده هيبان ان مفيش اي انا مش عارف اقعد انت يا عيني خلاص انت هو مش باين تحس ان هو المنديل اللي في جاكيتك يعني حاجه ما دي اكبر طب يلا نلعب بقى يلا هنلعب لعبه التوافق اوكي هتاخدي السبوره الحلوه دي يلا ومعاكي قلمك واستكتك وانت أوكي. كمان يا سامي أهو. ماشي هسالك سؤال وتكتب الاجابه على طول من غير ما تقولها وانت كمان تكتبي نفس الاجابه ونشوف اجاباتكم زي بعض ولا لا اللعبه من 10 يعني 10 اسئله هنشوف هتجاوب فيهم كم سؤال أوكي ماشي يا السؤال الاول قول لي يا سامي وسام اتغدت ايه امبارح؟ اكتب امبارح؟ بسم الله بسم الله المهم ان انا متغدى معاها ايوه هي كتبت بس انت كتبت ضحك ولا ايه؟ اه ماشي نلف كده الله الله الأولى لشربة الخضار بس يا حبيبتي ما اكلتوش غير كده؟ اه تخيلي احنا بنعمل دايت اصلا ما انتوا احنا يعني مستعدين للعزومة بتاعتكم اتاريكوا يا فجبت لنا فول وطعمية يعني جبتوا على الفاضي طيب السؤال لوسام اسم جدة سامح انا فاكراها تمام
من ناحيه الام صح؟ تمام. يعني بص الاسم عامل ازاي؟ 1 2 3 نشوف. ايه ده؟ ما شاء الله. خمس نقط وخمس درجات في وش العدو، ربنا يحميكم. قول لي يا سامح. نعم. ايه الحشره اللي بتخاف منها وسام؟ الحشره اللي بتخاف منها وسام. لو اعتبرناها حشره. انا ماشي. ايوه اعتبرناها. خلاص لا هي حشره، انا هكتب لا حشره. لا خلاص يلا انت كتبتي. مش لو اعتبرناها هي حشره. هنشوف. يلا 1 2 3 نلف نشوف. اوه معلش ده مش حشره. انا حاولت يعني. هو قال انا اعتبر انها حشره. هي كتبت الصرصار وهو كتب البورس. بصي هو احنا علشان انا وهي واحد فانا بخاف من البورس. يا واد يا عمي. يا واد يا وانا هديك بقى نقطه عشان العمر ده. رايك بقى. اسال يا مادي. والله الناس دي عسل، احنا نجي لهم كل درجات حاليه قوي. ما عملتش كده ايام المدرسه. طيب سؤالي لو سام، ايه اللون اللي لا يمكن سامح يلبسه؟ لا يمكن يلبسه؟ لا يمكن، ما بحبوش. لا ما هو اللي ما بيحبوش حاجه الحياه الشخصيه. بص اقول لك حاجه عشان بيحبوش. عشان ناخد النقطه. ماشي. اللي ما يحبنيش انا البسه. ايه رايك؟ عشان اللون الوحيد اللي هو ما بيحبوش هو بيلبسه عادي. هو يعني ليه ناس عادي دوره يلبس اللون ده. اصل انا علشان ممثل فممكن انا مش بنتكلم بقى في الحياه بقى. ما لناش دعوه. ايه اللون اللي مش بيحب؟ بيكره. مش بيحب. سهله دي. لو ما عرفهاش انا هزعل منك. 1 2 3 نشوف. لا 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 لا. 9 من 10 والسؤال الأخير اللي هيحسم الموقف. تا 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 قولي إيه أكتر أغنية وسام بتحبها؟ اكتب. يعني لا مش عايزين كلام. بحب يعني. لا لا هو مش عايزين تلميحات. هو اعترف. انا الشرح هيبسط. لا 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 مديله صفه. لا هفهمك. هو اعترف ان هو ملوش في الانجليش صح؟ انا بحب اغاني اجنبيه انجليزي كلها. ده هيبقى يعني سؤال استحاله اجاوبه يعني. طب ماشي اكتر اغنيه عربي بتحبها وسام؟ ها اكيد في اغنيه سهله دي. يلا انا علمتها لها يعني. ماشي يلا. ده سيم اللي حصل. انت بتغششها والله. ده سيم اللي حصل. يا رب يا لا 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 ادام هو قال كده يبقى مش اسمها كده. ما انا ضعيفه. ده انا فهمت. كان اسمها ايه؟ انا مش فاكره. هي اسمها كده اللي انت كتبتيها. ما تحيرنيش بقى. يلا. ايوه. ايه ده؟ لا بس الصراحة في توافق والله. ده بيرميها بس كده. اصل انا يعني لسه سامع الحاجات دي. احنا مستعدين لكل الاسئلة يا شيخ. يعني هو انا افهم قصدي. ده ما يستاهلش نقطة. هو اي حد بيفهم التلميح. لا ده احنا هنا كان في غش للصبح. طيب امسحي سؤال تاني. السؤال بس والله الطعمية بتاعتك حلوة قوي. السؤال حلوة. يلا السؤال الأخير. لون شراب وسام اللي هي لابساه ايه؟ اوكي ايه؟ ايه ده؟ ده عارف. ده عارف. ده شكلي اغير السؤال. طب ونضيف عليه بقى سؤال تاني صغنن عشان هو لسه ليه ملحق. الجاكيت اللي لابسه سامح بكام؟ على فكره انا عارفه انا اللي شاريها. هو اللي مش عارف. ماليش دعوه. ده هديه. انا اعرف ازاي؟ ماشي. تقول لي بص انا جايبه لك ده بكام؟ عشان نشوف انت زوج ناصح ولا لا. ماشي. ده رينج. هديه. معلش رينج. هعترف بسعر الهديه. معلش عشان يعرف انك بتدفعي. لا لو كنت جايباه من الوكاله. يا لا انا رينج. يا شيماء يا ستي لو قلت كبير مش حدش هيحاسبك. قول. وانا اقول يعني؟ طب ما انا اقول ايه؟ اسعر يعني. اسعر. ما بين كذا لكذا ليك 50 فوق و 50 تحت نعتبره صح. يلا. ده انت كده بتعمل ضرايب. خلاص. ماشي. طب يلا 1 2 3 نشوف. يا جماعه. اهو. يا جماعه. لا 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 10 من 10 ما شاء
كلها وعشرة من عشرة يعني خمستين وخمستين عليكم وعلى جوازكم الحلوة السعيدة. بس دلوقتي انتوا في مرحلة الخطر علشان هنلعب لعبة وأنا بقى ومدوجي هندخل معاكم فيها ودي بقى احنا محدش بيكسبنا فيها. أوكي؟ أوكي بس يمكن انتوا بما انكم جامدين كده تكسبونا فهنشوف. يلا احنا عيلة بتحب اللعبة. ماشي واحنا كمان استني استنوا سوري استنوا انا بحب اللعبة انت حبسي متحمسة جدا. انا هوري مادي الصورة دي. طب انا عايز اعرفها. انا وانت في البحر تعبين سمكة؟ تعبين انت وانت تعبين. انا وانت انا وانت بنكروز كروز. انا وانت بنركب سكوتر. سكوتر ايه اللي هيشيلك ده؟ اصبري. بص ركزي. انا وانت ولا حد تالت. انا اديها بقى كده ركزي. يلا بنستلقط حاجات. حرامي ولا ايه؟ حراميه. انتوا الاثنين حراميه. استنى بقى. بنروح نجري بقى. ايه ايه العربيه بتاعت الهايبر. ايوه ماشي. يلا يا سام وري سام. ايه ده؟ دي سهلة سهلة. أقول؟ أيوة. صندوق كرسي خلاص. ايه ده؟ أول حاجة من غير ما يجي صندوق. يعني ساعدت نفسي بكرسي. النقطة يا ما فيهاش بقى. انا وانت بتشتروا ايه؟ والتانية كل الحاجات بتشتروا ايه؟ اللي بيجي في طريقنا بنشتريه. يلا ورينا بقى يا سامي. وريني ايه بقى؟ ربنا يستر. انا هوريها. ماشي. ده سهل قوي. بيبيونا. ايه ده؟ عارف لو اقسم بالله انت السبب. انا ما فيش. وريني. لا انا هو انا تمام. احنا جايين نهدي النفوس يا جماعه. ماشي وريني هنكسب ان شاء الله. يا رب ما تكسب. بتبدا من ورا قوي. انا حاسس ان انتوا جرافيكس. انتوا انا بفهمها كده والله. ماشي تمام. ده بتعزقي؟ ده فيل بالارض اللي انت بتعمليه ده. ايوه ايوه ايه بقى؟ الفاس. برافو. ايه ده؟ اهو نكسب فيها ليه تعادلنا؟ عشان احنا على ارضنا يعني اتنين. فلازم بقى دلوقتي نحكم عليكم حكم. اموري ماشي؟ امسك السبوره. ما يحكمش عليك الظالم يا رب. يا انا بحبك قوي يا شيماء. وانا وانت الطعميه بتاعتك كانت حلوه قوي. والحاجه الساقعه بشربها ميه. ميه. ضحك عليه بصراحه. اتوهم ان انا مش عارف ايه. ارفعي كده السبوره كده. ايوه. لا العكس بالطول كده. بالطول. وانت كمان يا سامي. بص لبعض ارسموا بعض بالتشبيه. حلوه دي قوي. اوكي. يا اختي ده اونكل عزت. يعمل الفرق في النص. بص صلعي. ايوه كده ببينهولك. يعني رسمت ايه؟ ايه طيب؟ ايه ده؟ ده بيعرف يرسم. رسمته. لا فين الجسم بقى؟ هو ايه راس بس كده؟ ايوه الجسم كمان. الجسم كمان راس ماشيه لوحدها. لا انا رسمت اللي هو كده. لا ده المونه. شفت ده؟ لا كله. دي قال لي دي اللي في الشعر. دي ايش؟ ايوه كده. وليه ليه اللبس طالع على وشه يا حبيبي؟ لا دي السبوره. انا عمال ارسم وهو عمال يقول لي السبوره. مش رسمه هو ماسك السبوره. دي عميقه. لا ده في هنا رسمه قدامه على دقنه حاجه كده مربعه. قالت لي دي السبوره. انت متاكد؟
لا المفروض ما تمسحش بس خلاص ما تمسحش. خد منه الاستيكه. طب ما هنفرقش يعني الموضوع تمام. الله يا حبيبي حلوه ده بجد. يلا هنبتدي نعد. 5 4 3 2 1 ونلف نشوف. يا ما شاء الله يا ما شاء الله يا ما شاء الله. شفتي الصبورة؟ انت شايفاني بقلز؟ انت شايفاني بقلز في حالك؟ طب انت شايفه النجم الجميل سامح حسين زي ما احنا شايفين هنا مدلدل لنا لسانه وعنده هنا بشره فوق. دي الضحكه كده نازله كده بس والله حلو كل هي بس عينه مغربه شويه صح؟ مش على تحس ان في عينه طالعه فوق. ايه دي بقى؟ ايه دول؟ دي الفروه بتاعت الجاكيت. انا بحسبها جناحات وانا والله ملاك. بس والله حلو وبرده كسبته معانا فبرضه لازم اوقعكم انا مش هسيبكم. احنا تحت امرك يلا. دلوقتي بما ان انت برضه يا سامح اللي شايل المسؤوليه الحمد لله فاحنا هنسيب وسام في حالها بس انت لازم تقلد لنا حد. اوكي اقلد لكم حد؟ اي حد. اقلد لكم ايه؟ اللي انت عايزه. انا مبسوط كتير قوي. انا مبسوط بيكي يا شيماء ومبسوط بيكي. السلام. احنا اللي مبسوطين اكتر وعايزين نشكركم بجد بجد.